والكردي استاذ يعني، سجلوا وقطعوا، فبدا الزراعة الطوله بتاعتهم او القوات الجويه بتاعتهم هو الولد الكردي ده. لا نعمم، لكن نستطيع ان نقول بان هناك اغلبيه ساحقه هي ربما بحسن الظن او بسوء نفس نحن نظن بها، ولكن تميع الساحه الحواريه والنقاشات. ليس هناك مفاصله، لابد وان نبقي على المفاصله يا اخوان، لابد وان نبقي على المفاصله والتميز. محاوله خلط الاوراق وازاله الحواجز وازاله حتى الحواجز النفسيه بيننا وبين من نسميه المخالفين، هذه مساله خطيره عقديا، مساله خطيره. هذا نوع من التطبيع، نوع من التواطؤ، نوع من المداهنه المرفوضه شرعا، يعني مشاعرنا افكارنا احساسنا تجاه ذلك الطرف لابد وان تبقى بانه طرف مخالف لله، طرف معادي لله. هذه الحقيقه، اذا كان هناك شخص يعادي اباك وامك فستعاديه، يعني مشاعرك وجدانيا لن تقبله، فكيف من يعادي ربك ورب ابيك وامك؟ فكيف بمن يفتح غرف ليحارب بها الله عز وجل؟ هؤلاء ليسوا طلاب حق، هؤلاء اصحاب اجندات لمحاربه شرع الله، شرع الله عز وجل ودين الله. لا يمكن اطلاقا وانت تحابي تفضل يا استاذ وابتسامه مصطنعه وكل هذا لشخص يحارب الله، يعني انت قدوه وانت النموذج وانت المثال، المثال الذي يحتذى به وبه يقتدى، يصبح يطبع ويجعل العلاقات عاديه واننا نستطيع ان نتعايش. لا يمكن ان نتعايش مع اعداء التعايش، لا يمكننا ان نقبل التعايش مع الاورام السرطانيه البشريه من امثال هؤلاء سامي هذا القاب مملكه في غير موضعها كالحر يحكي انتفاخ صوله الاسد. سامي هذا يا اخوان هذا مجرم قاتل، هذا مجرم يجب ان يكون مكانه في السجن وليس في الحوار هنا في كلوب هاوس، لا مع الاخ امين خلال ولا مع شريك عبادي ولا مع علان ولا زيد ولا عبيد، هذا مكانه في السجن. سامي هذا يظن بانه ذكي، هو واذكى اخواته. سامي لما يعني خرج غسيل وفضائحه بتلاعب بارحام الفتيات والنساء، اخبار اسماء عمر، كانت عنده قناه، اغلق القناه، انحنى الى العاصفه، مرت العاصفه ثم عاد. يعني كيف يمكن ان نستقبله من جديد وكان لم يحصل شيء، وكان ليس هناك يعني جريمه قتل، ليست هناك جريمه تلاعب بارحام الناس وارحام الفتيات، انحنى هو للعاصفه، مرت العاصفه ثم بعد ذلك جاء ورحب به، اصبحت حوارات واصبحت مناظرات واصبحت تطبيع معه، وكان ليس هناك يعني اي جريمه ارتكبت، لان يعني بكل حقيقه الامر مقرف للغايه، يبعث على الغثيان. هات سامي هذا يحاول تطبيع، يريد أن يصنع من الحوارات تهمه ابتداء بقدر ما هو يريد أن يطبع مع ماذا؟ مع مع مع, مع الناس، وكأنه لم يقتل وأنه ليس شريك في جريمة وأنه ليس شريك في جرائم وليس جريمة، بالإضافة تنضاف إلى هذه الجرائم جريمة محاربة الله عز وجل. السؤال المطروح، هل هؤلاء الذين يتصدرون النقاش يعني وعون بهذه القضية؟ أم فقط يهمهم شهوة المايك؟ أن أتكلم لأتكلم، ولا يهمني أن أزيد ولا أبعد، أن يكون مجرم أن يكون قاتل له سوابق، فار من العدالة، يحاول تطبيع، يحاول أن يعني أن الناس ينسي، يعني تنسي أن الناس تنسى بأنه يجر سوابق وجرائم أخلاقية وجنائية ارتكبها. سامي هذا مثل هذا يفضح، تفتح غرف لفضحه، غرف لأن يفضح صباح مساء، ولا أن يحاورها في النبوة ولا الدليل ولا قال الرازي ولا قال ابن سينا ولا قال ابن تيمية ولا في النبوة، لا 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 يا رجل، أسماء عمر أين هي؟ دام أسماء عمر لابد، حتى وإن كانت وحيدة لا نقبل بالمناسبة الجريمة أي كان أي نوع، حتى وإن كانت لا نقبل الظلم. الفتيات يعني النساء اللواتي تم التلاعب بهن بمشاعرهن بشرفهن بأعراضهن، هذه هي المواضيع التي يجب أن يفضح أمثال هؤلاء حتى تبين حقيقة الدينية وحقيقة الإلحاد. ها هو الإلحاد عمليا، وليس بالشعارات والإنسانية والتعايش والحب، كل هذا الكلام فقط للضحك على الدخول وخداع الناس وسيد المغفرين والنوكا. هذا هو الخطاب الذي يجب أن يوجه وأن يكون به أن تفتح الغرف. يعني مثلا نأخذ على سبيل المثال عيسى هذا الذي يسمى بحسن، من أين لك الحسن يا حسن؟ عيسى هذا يعني عري يعني وتم تبيان جهله وتبيان يعني هشاشته معرفية، ورغم ذلك يعني نفس الأسطوانة لسنوات نفس الكلام، أو لا أسحميم هذا أصحاب أجندة، يعني نفس تصدق القطاع بالمال يشتغلون، وللأسف الشديد تعطاه الفرصة يناقش في نفس الموضوع ثم يناقش ثم يناقش ثم يناقش ثم يناقش، هذا الصبح فقط تصدر وحب ظهور وشهوة المايك الذي تم الانتهاء منه، تم الانتهاء منه. فالفولة هذا تم أعدم معرفيا في الباردوك، ثم جاء إلى هنا وتم إعطاؤه الفرصة. هذا الغير أصبح هو أيضا يزاين ويتحدث في الفرعيات وفي الإسلاميات وتعطاه الفرصة. والله كارثة هذه، هناك تميع يعني ربما أرجو أن يكون غير متعمد، لأن المسألة يعني خطيرة إن كان متعمدا، هذا التميع إن كان متعمدا مسألة عقدية، أرجو أن لا يكون متعمدا تميع للنقاش، محاولة التطبيع مع هؤلاء المخالفين والتسمية الحقيقية، هؤلاء المرتدون كفرة
هذه تسمية حتى مخالف، إن كلمة مخالف تبدو سلطيفية. هؤلاء مرتدون كفراء محاربون لله ولدينه، صباح شن يعني ويشنون حربا على من؟ على الإنسانية، لأنها حقيقة أعداء الجنس البشري. من يعادي الله عز وجل يعادي ورسوله، يعادي الإنسانية، يعادي سعادة الإنسانية، ويرسم ويعبر طريق الشقاء والنار للناس. هذه المفاهيم يجب أن تصحح يا إخوان، هذه المفاهيم، هذا خطر على البشرية، هذا مثل ورم سرطاني أو أخطر في الجسم الإنساني، يسمح له وتعطاه الفرص ويعني والوقت كامل والاحترام، وتفضل يا أستاذ وننتظرك يا أستاذ، مرحبا يا أستاذ ونسمع كلامك يا أستاذ، واحترم الأستاذ وما تزعلوش الأستاذ. هذا مجرم، هذا مجرم يشغب على، يحاول أن يشكك الناس البسطاء والعوام في دينها، هذا صاحب أجندة. وناكل سمك يا أستاذ، وناكل سمك يا أستاذ، كمل كمل. في 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 واحد من المتصدرين بيقول أنا هعزمك على أكل السمك، كمل كمل يا شيخ أنس. الله السمك، كمل كمل بالله كمل، بس اذكر لنا الفرسان الأربعة كمان بالمناسبة. يعني كان يخرب المناسبة على ذيك الفرسان الأربعة. والله كان سامي، هذا الذي يسمى سامي، لا أحب أن أسميه يعني أحمد سامي، أحمد بطاطا، أحمد بطاطا، هذا بطاطا، هذا هو اسمه بطاطا. هذا كان يعني فاتحين له غرفة هؤلاء الملاحدة المتخفون، نكرة هو عبارة عن ملحد قرآني ولا بطيخي، يعني لا يضحكوا على الذقون، لا يضحكوا على الناس. هؤلاء ملاحدة نعلنها صراحة، هؤلاء مرتدون كفرة، نعلنها بوضوح يا إخوان، حتى لا يتم التطبيع مع هؤلاء، حتى لا تكون فتنة ويتم التطبيع مع هؤلاء على أنهم مسلمون. هؤلاء لا علاقة لهم، حتى وإن رأيتموه بأسرار الكعبة، هؤلاء النكارة، هؤلاء كفارة المرتدين في حقيقة. استقبلوه وبدأوا بالأسئلة ومن عندي سؤال، فحينما صعدت مباشرة قلت لهم أنا حينما أريد أن أسأل كلينتون، ريتشارد دوكينز، أسأل سام هاريس، لأن هذا مجرد مقلد سامي، هذا أحمد بطاطا، هذا مجرد مقلد، لماذا سأسأله ابتداء؟ إذا أردت أن أسأل السيادة الذين يعني يحاول يقلدهم، لماذا أسأل؟ عندي الأصل، أترك الأصل وأسأل النسخة. فأنزلوني يعني هؤلاء النكارة عقيل وغيره، وبدأوا في يعني في شخصنا وسبوا في اسمي. فكل ما قلته إذا أردت أن أسأل، لماذا أسأل أترك الأسياد أسيادهم من الفرسان الأربعة وغيرهم وأسأل أبتال هؤلاء المقلدة؟ هؤلاء فقط مجرد يعني بين تابع لا قيمة له. ومسألة مهمة، لا أفهم لماذا لا تذكر، لأن ربما الإخوان في مصر أنا أقدر مواقفهم، يعني مسألة ذكرها والشبهات التي تسرق ومواقعها وإلى غير ذلك، أفهم أن هناك أقلية دينية ربما يكون الأخ في مصر أو في يعني في منطقة في دولة فيها أقلية دينية قد تلبس القضية حرب طائفية أو شيء من هذا القبيل، أنا أفهم هذه المسألة. لكن الإخوان في مصر أو عفوا في الجزائر أو في تونس لم يتحدثوا بأن هذه الحمد لله. من يرى البروفايل أخت نهيلة ستفهمه، الشعب يريد مواني سلع، بمعنى أن الشعب يريد أصحاب سلع، وأصحاب السلع يعني أصحاب الشبهات نريدها في مواقعها، لا نريد وكلاء لقطاع، لا نريد أجير، لا نريد مرتزق، نريد الشبهة من صاحبها، ونريد أن نسمعها هكذا تكون جميلة في مناظرة زكريا بطرس مع مركة الصقر، نريد أن نسمع الشبهة من فم صاحبها من أصلها، وتكون شبهة جميلة حينما تكون في مناظرة يعني لزكريا بطرس مع الدكتور مركة الصقر. نريد أن نسمع الشبهات، نحن نتحرج من الشبهات، لكن من أصحابها من أهلها لا نريد فقط يعني لقطاء، لا نريد مرتزقة، لا نريد لصوص يسرقون شبهات من المواقع ثم يتقيؤون شرف الله وقدر مسبيكم على العوام والبسطاء. بس أنا عندي لا خليني مداولة، لا بس لحظة يا، لأن هذا راح ننزل على القناة، بس خلي مداولة بيني وبينك يا شيخ أنس. يعني الآن أحمد سامي بشوف شيوخ بيصدروه وبيلمعوه ويحاولوا يرجعوه للساحة مرة تانية، وهو كرت محروق، يعني هو مفضوح على اليوتيوب أصلا. يعني البنات اللي نصب عليهم أسماء عمر، كاي، إيمي بايوس، مريم اللي بمصر اللي فقدت رحمها، تسنيم اللي بالإمارات، غيرها وغيرها، يعني هو هرب من اليوتيوب أصلا. ليش هرب؟ لأنه اتفضح أصلا، ما في أي قناة تستقبله أصلا، يعني ضربوه بأوسخ جزمة، يعني نفسهم الملاحدة ضربوه بأوسخ جزمة وطردوه. عنده شوية كلاب على اليوتيوب يطلعوا بينبحوا، يعني أول ما بتعمل يعني مقطع عليه، مقطع واحد بتلاقي الكل يصرخ، يعني الكل يصرخ حرفيا، بعض القنوات يتهجموا عليك بيشتموك بيعملوا عادي، هذول شوية قطيع يعني ما لهم قيمة، يعني مثل التبع، كل واحد عامل له صنم عجوة وقاعد يعني في ذاك. أهلي وأمي وأبي بطاطا، عرفت كيف يا شيخ أنس؟ بس سؤالي مهم جدا الآن، المسلمين نفسهم، بعض المسلمين الشيوخ بيحاولوا يصدروه، وأول ما تتكلم عليه بيطردوه، تخيل. هؤلاء يفضحوا أخي شيخ الكردي، هؤلاء يفضحوا لأن هؤلاء يفضحوا حتى وإن كان شيخا، يعني إن كنت شيخا نعم في الدين لكنك غبي، كونك شيخ نعم لكنك عامي في الذكاء، هذه مشكلة مصيبة، يعني لا يكفي فقط المعرفة أو العلم، لذلك يحتاج إلى النباهة واليقظة والذكاء. حينما تريد أن تنعش الميت، حينما تريد أن تنعشه، فهو إما أنك على أعلى درجة الغباء، وإما أنك حقيقة أنت تلعب هذه اللعبة وهمك هو الكلام والتصدر.
إذا كان همك هو الكلام والتصدر لابد أن يضحى على رؤوس أشهاد، ويعني والله المستعان، لا نريده ولا نريد معرفته يعني وفتاويه ودعوته، يعني فليجعل يعني يجعلها لنفسه، لا نريدها ولا حاجة لنا بها، لأننا نريد أن ندفن الشر. هذا كارت محروق، إما أن يساهم في حرقه وإما سيكون هو من يحييه، وبالتالي هو هذا الشيخ الذي أو هذا الداعية أو هذا المحاور أو المناظر أو هذا يفسد أكثر مما يصلح. يا شيخ الكردي يجب أن يفضح هو أولا قبل أن يفضح بطاطا. ما هي المشكلة يا شيخ أنس؟ المشكلة هي شيوخ وغير من الشيوخ. يعني أنا بشوف من وجهة نظري أي واحد يستقبل هذا الإنسان أو يعمل حوار معه أو يحاول يصدره مرة تانية ويلمعه ويرجعه على الساحة مرة تانية، أنا بشوفه بنطلع وبنفضح وبالاسم عادي جدا. والله لو مين ما كان شريف عبادي، خالد الرخيمي، شيخ مشعان، فارس العنج، حتى لو ماهر أمير نفسه، ولو أنا أعرف ماهر أمير خلص يعني هو علم عليه مرتين، عدة مرات علم على بطاطا، بس أقصد أنه لا الواحد يرجع يا عمي. مجرد ما تكتب بالشات عليه حرام الفيز ابن النصابة يا عمي بيطردوه. تخيل هؤلاء يفضحوا أولا يعني يتم إخبارهم يا عمي. ما أخبرناهم مليون مرة يعني نصرح مثلا. لا يا شيخ الكردي، يعني يتم إرسال كل الفضائح لهم، تقام عليهم الحجة. إيش نرسل ألف روم سوينا مليون روم أصلا مصري يفضح؟ هؤلاء يقاطعوا هكذا وتفتح رومات عليهم قبل بطاطا وغير بطاطا، لأن هؤلاء يحيون الإلحاد، يعني لشهوة التصدر، لحب الظهور، لكي يكون رؤوس. عندك أحمد الشامي نفسه يوم قلنا يا عمي هذا كذا كذا سابب الرسول، قال لك يا عمي قرفتونا بهاي الآية 140 من سورة النساء. تخيل تفتح علي غرفة ولا تخلي تسوي لي كذا. نحن مسحنا به البلاط. لا نحن نريد لا حتى سنة الشربيني نفسها يوم القتل. هذه متملقة، هذه لقيمة سنة، هذه والله لا لا عارفة العجوز الشمطة. مو هي المشكلة تعرف كيف يا شيخ أنس؟ يطلعوا بعض المسلمين يطلعوا بيهاجموك أو بيطلعوا يهوهوا زي حالهم حال الملحد. كيف تتكلم على كذا وكي... يا عمي أصنام أقسم والله بالله. نتكلم إحنا عندنا أصنام يا شيخ الكردي، نتكلم على أي يعني نبين نحسن الظن بإخواننا وشيوخنا ونتعلم منهم ونستفيد، لكن إذا أقيمت عليهم الحجة تم يعني كل المعطيات تم تسويدهم بكل المعطيات وأبوا إلا الإتمام، فهؤلاء يجب البدء بهم قبل يعني الإكمال بطاطا بداية هؤلاء. لا يا شيخ أنس، أنا ما عندي مشكلة أنه يحاوروا حتى بطاطا نفسها أو طماطا أو بيبنجان أي خضار من اللي كانوا موجودين، بس على شرط يكونوا بروماتنا إحنا، ما نروح بروماتهم ويكبروا الروم عندهم ويعملوا عدد الرومات عندهم 400 و500 و300 تعرف يعني مو كلهم مسلمين. اللي تحت أعرف الأغلبية مسيحيين على لادينيين على شواذ على لوطيين على نسويات أعرف هذا الشيء، بس على الأقل حتى لو أنت تريد تحاوره بيجيك وهو صاغر برومك، بيجيك وهو صاغر وكل مرة تذكره. لا كل مرة من يتكلم بالأخلاق هذا من الشوارع هذا الأخير هذا اللوطي اللي اسمه هون الفخ، يعني بطاطا يعطي يزيد على الناس بالاخلاق، يعني بالاخلاق يزيد علينا بالاخلاق. القاتل المجرم تسنيم وريم واسمع عمر وريا و ثم انت نفسك تزيد علينا بالاخلاق في الدروس كالعاهره حاضر وشرف. يعني الاشكال ليس رمتني بدائها وانسلت صح بالضبط، يعني الاشكال ليس في بطاطا، الاشكال هو في من يسمع لي بطاطا مثل هذا مباشره يتحدث بالاخلاق. لا بيدافعوا عنه يا شيخ ناس، والله شق هدومي وانت حرس والله، بس اصبر. المشكله يدافعون عنه بيقول لك كيف بالشخصون الامور يا عمي قصخت الشخص انا ايش الشيء يا عمي الشخص هو يتحدث في الاخلاق. هذا الذي يتحدث واحد كافر واحد الأخلاق فكرة في الهواء ولا سلوك وقيم ممارسات تطبيقية يعني ونعيشها. هذا الذي يحدثنا في الأخلاق، تعالى نرى أخلاقه هو يعني هذا ما يزيد علينا به ويعطينا فيه دروس ومحاضرات. هو مجرم قاتل يا عم الملاحدة نفسهم تبروا منه. تخيل